مفاجأة النهاردة كانت تصريحات الكابتن حسين لبيب منذ قليل مع المهندس أحمد مجاهد الهادئة الرائعة اللي قولوا زي ما تقولوا إن كل عقوبة وليها طريق، كل عقوبة وليها سكة، بناخد الطريق وبنمشي فيه، لا خلاف ولا خناق ولا تجاوز ولا أي حاجة. روح رائعة، رياضة، وحط تحتيها 20 خط. عشان كده الحقيقة بنتشرف النهارده ان يكون معانا الكابتن حسين لبيب. كابتن حسين مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وشكرا جزيلا على الكلام الطيب. ربنا يخليك يا فندم، الف مبروك الاول على البطوله، والف مبروك على الاداء، والف مبروك على كل حاجه كويسه الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف، وانا ببارك لكل الزملكاويه، افرحوا وان شاء الله رب العالمين هنفرحكم كمان وكمان ان شاء الله. يعني برضو الفرحة بتاعتنا محدش هيقدر يشيلها مننا. انا برضو بأزف ان احنا ان شاء الله هنعمل حفلتين، وانا مش عايز ابقى بس مكرر نفسي، انما انت عارف انت عزيز عليا. ربنا يخليك فن، ده شرف ليا فن. الله يخليك. فيعني نمرة واحد ان شاء الله احنا بنعد دلوقتي لحفلة تليق بنادي الزمالك، عشان كل رموز نادي الزمالك ورموز كرة القدم وجميع اللاعبين في الاربع لعبات الجماعية اللي شرفونا وقدروا يحصلوا على بطولات هذا العام، كلهم ان شاء الله هيبقى كلنا في فندق ان شاء الله بعد رجوع اللاعبين المحترفين الاجانب من بلادهم، وبعد رجوع برضو لعيب المنتخب اللي هم بيمثلوا منتخب مصر من نادي الزمالك، عشان احنا ما نقدرش نفرح الا وهم كلهم موجودين حوالينا. ده اول يعني فرحه لجماهير نادي الزمالك. تاني فرحة ان احنا ان شاء الله يعني بنحاول مع الجهات الامنية ان احنا ناخد موافقة نعمل احتفالية للجمهور ان شاء الله بشكل رمزي، لسه ما اتفقناش على الاعداد ولا على اي شيء، انما احنا ده الكلام بتاعتنا او الخطة بتاعتنا ان فعلا يعني كل الزملكاوية يشاهدوا فرحتهم بالدوري العام ودرع الدوري العام اللي هو بطولة عزيزة على جماهير نادي الزمالك.